جربتي تحبين في يوم من الأيام؟ حليلك أكيد عيل شلون عايشين. أحب أمي وأبوي وأهلي وأختي. بعدين الرجال شنو يبي من هالدنيا؟ خير إنه يتزوج واحدة عاقل فاهمة، فاهمة الدنيا بحلوها ومرها. شنو يبي الرجال أكثر من كذي؟ ما في أحلى من الاستقرار بين الزوجين، خصوصاً إذا الزوجة مخلصة حق بيتها وزوجها وعيالها. هذا يا يمه بزماننا ينقال له قوات عين وقلة أدب. قلة أدب. هل أنت شلون تبي أختك عشان فلوس؟ يبى الدنيا مصالح. بتزوجين ولدك وحدة ثانية ولا شنو؟ من باكر أروح أخطب له. أنا معاك. أتم طول عمري معاك. أنت عباش ناس كلها مثل طيبة قلبك. الرقم اللي يالك إنصاف اللي يالي. رقم طالبة عندي في المعهد. لأن بنتك شكاكة، تشك بولادي إنه يكلم وحدة غيرها. تبين يقولون عني الناس؟ عايش على ظهر مرتك؟ احنا شعلنا من الناس. شكلي من برا بزنس، بالداخل اكونومي. ما حد ييني، ما في زباين، اكيد المحل داثر. ظاهر ناصب نصبة كبيرة عليك. انا اشد النساء حزنا. هذا البيت ورديانة. يعني انا انبق وانقهر وانتي ما ترضين عليها. عندي مشكلة مع ولدي يعقوب، وهذا اللي خليني افكر. لا بيت لا اهل، حتى شغل ما عندي. موضوع الزواج هذا مو لعبة، أبيك تفكر مرة واثنين وثلاثة وعشر. ما اسمح لك تكلمين أمي بهالطريقة. أنا عارف شو المسموح وش المرفوض. تعليماتك هذه علي أنا بس ولا أمك بعد؟ ما اسمع. لا سمع. الود ودي أقومك من الويلتشير وديك البحر عشان تنقعين الويلات. منى يا منى حلوة يا منى. ترى هذا بفلوس بفلوس. تمنيتك معاي باقي العمر، تمنيتك أنت وعيالي، لكن كل شيء مقدر ومكتوب. والله يهنيك بحياتك.